ما بقى والو لرمضان، هادشي علاش قررنا نديرو فيديو عندها علاقة بهاد الشهر. هاد العام غادي نصوم تقريبا 15 ساعة، ولكن ماشي كلشي مزيان اللي يصوم، وماشي أي ماكلة مزيانة ناكلها في الفطور، وهادشي اللي غادي نهضرو عليه اليوم. الماكلة اللي كناكلو فيها 6 ديال المواد مهمة، وهي الماء، الفيتامينات، الأملاح المعدنية، السكر، الشحمة، والبروتينات. وحنا مصوبين من 64% ديال الماء، وكيصلح لينا باش الجسم يخدم مزيان ويصبر على السد. 16% ديال البروتينات هما اللي مصوب منهم من اللحم، الجلدة، وكاع الأعضاء الآخرين. 16% ديال الشحمة اللي كتخزن فيها الطاقة وكيتصاوبو منها الهرمونات. 4% ديال المعادن بحال الكالسيوم اللي في العظام والحديد اللي في الهيموغلوبين، و1% ديال السكريات. الجسم كيجيب الطاقة باش يخدم من السكريات والشحمة اللي كيجيونا من الماكلة، وكيخزن داكشي اللي شاطو مستعملوش. ومني كنصومو كيبدا يجبد من داكشي اللي خزننا باش يبقى خدام. ولكن هادشي ممعنيتوش انا خاصنا ناكلو بلا قياس في الفطور ولا السحور، حيت الا جاع 15 ساعة صعيب عليه يتحمل بزاف ديال الماكلة في دقة واحدة. وهنا فين غادي نهضرو على العجينة. ملي كنحطو البطبوط، البغرير والرغايف في الطبلة، بحال اللي كندوزو الخبز بالخبز، حيت كلشي عجينة، والعجينة صعيبة في الهضم وكتبقى غير سكريات. هادشي علاش من الأحسن كل نهار يكون واحد الشكل. الطبلة ديال الفطور خاصها تكون خفيفة، شوية ديال التمر، زلافة ديال الحريرة، والماء كافيين باش يسدو الجوع، وهكا ما كنهلكوش المعدة والمصارن، وكتبقى البلاصة حتى للسحور. أهم حاجة في رمضان هو الماء، وبالخصوص مع هاد السعد. مع الصيام كتقدر تجي السخفة، الدوخة، والعياء، وهادشي عادي وما فيه حتى شي خطر للناس اللي ما مرضش. ولكن الناس اللي مرض أمراض مزمنة بحال السكر، والمرات الحاملات، ولا اللي كيرضعو، ما خاصهمش يصوموا، حيت الجسم ديالهم ما قادش على داكشي. هادشي علاش الا قال لكم الطبيب ديالكم ما تصوموش ما تصوموش، والا عندكم شك ديما استشروا معاه. الى عجبكم هادشي تابوناو في لاشين يوتيوب باش ديما يوصلكم الجديد، وتقدروا مزال تلقاونا في فيسبوك وفي انستغرام، تما تقدروا تطرحوا لنا الاسئله ديالكم، تقدروا تطلبوا منا نشرحوا لكم شي موضوع بالضبط، ولا تقدروا تقولوا لنا شنو اللي ما عجبكمش وتعطينا الاراء ديالكم باش الفيديو ديالنا يكونوا ديما احسن. وبحال ديما استشروا مع الطبيب ديالكم، راه الوقايه احسن من العلاج.